تتواصل الاصوات والانطلاقات مشاهدينا الكرام، على بركه الله ينطلق الشوط السابع الخاص بالابكار الفطامين المشتركه ضمن منافسات الصغار هنا على ارضيه هذا الميدان. البدايه مشاهدينا الكرام نبداها مع وجود عبيد بن سعيد بن بدر العليلي ينطلق مع وجود مع المركز الاول وصداره هذا الشوط. المركز الثاني شاهنيه محمد بن سيف المقعودي الفلاسي ينطلق مع المركز الثاني من طول الغيبات جاب الغنايم يا المقعودي على المركز الثاني. هذا تخصص المقعودي في سن الصغار والكبار يقدم ما هو جديد. المركز الثالث عندك يا ابن خريبيش، عندك يا ابن خريبيش، هناك اشتعال سالم بفايل بن خريبيش العويسي مع المركز الثالث والصفرد من الجانب الاخر خليفه بن حميد بسعر الشامسي على المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز تقدم الحصينيه صالح بن قبلان بن قبلان المطارد اليومي ينطلق مع المركز الخامس. هكذا النتيجه للخمسه المراكز المتقدمه لهذا الشوط. ولكن البدايه مع بن بدر. الله يا بن بدر، وجود وهي وجود على المركز الاول وعلى صداره هذا الشوط. عبيد بن سعيد بن بدر العليلي ينطلق مع البدايه مع المركز الاول. اهالي اللبسه بالانتظار السلام، ولكن شوف القدوم وارصد لي القادمه. هناك الشاهنيه عسكر بن علي بن احمد بن طراح المنصور مع المركز الثالث، ولكن شوف الاداء الرائع والاندفاع المميز من خلال الحسينيه. هناك صالح بن قبلان بن قبلان المطارد اليومي مع المركز الثاني. الله يا بن بدر، الله يا بن بدر، ركز يا بن بدر. ولكن المركز الثاني اليامي اهالي المملكه العربيه السعوديه هم المسيطرين على زمام هذا الشوط. الله يا اليامي، اللحظات الأخيرة تهانينا والناموس وسلام يا المملكة، سلام على هذا العرض الرائع. الحصينية صالح بن قبلان بن قبلان المطارد اليامي والمركز الثاني. عندك يا بن بدر المركز الثاني، كان الأداء مميز وكان العرض جميل. عبيد بن سعيد بن بدر العليلي والمركز الثالث. المركز الثالث قوة عيسى بن بخيت بن حويرب المنصوري. هكذا النتيجة للثلاثة المراكز المتقدمة. التوقيت الزمني 2:18 هو التوقيت الزمني. تهانينا والناموس صالح بن قبلان بن قبلان المطارد اليامي.